ده حبيب قلبي بقى الاستاذ عمرو سليم، وحشتنا والله. وحش والله، انا من معجبينك وحضرتك دمك خفيف، والله ما بهزر. وحشتنا. الكاريكاتير ده معناه ايه بقى؟ هو بيتريق من الاخر يعني، عشان الصوره قدام حضراتكم، بيتريق على وليد ازارو تستاهر اللي انت بتراهن على شنبك عشان وليد ازارو يجيب جون يعني. فالراجل ما بيجيبش في حلق شنب، ده معنى الكاريكاتير الجميل. والله وحشتنا يا استاذ عمرو. طبعا انتوا عارفين هو بيشجع، انا مش هقول، بس ما شفتكش مره للنادي اللي انت بتنتمي له كتبت اي حاجه كده افيه يعني، رغم ان احنا بنكسب كل حاجه وما اشتريناش لعيبه كتير وماشيين بدوري وكاس ونهائي بطوله نصف نهائي بطوله افريقيا فاتمنى اللي حضرتك يعني خد انديه تانية كده كتير، ده كل يعني كل عدد الاهلي ده في 18 نادي في الدوري. بس والله بتوحشنا صدق، انا مش بقى والله يعني. والجميل الدكتور عمرو كان معانا في السهم الاحمر على طول، لانه كان عدد على طول هو موجود وبيتريق على النادي الاهلي ولاعيبته وجهازه الفني واحيانا جماهيره. بس النهارده بقى بشكل لها الجديد الصندوق الاسود، والله بتوحشنا. ونتمنى في 18 فريق، وانا والله انا من معجبينك بالمناسبه، مش بتريق، وانا عارف ان حضرتك نجم كبير ومن الناس الرائعه في القصه دي، لكن يعني مش هنترجى حضرتك يعني في ناخد اتنين نادين ونرجع للاهلي تاني. طب نشوف الاهانات للحكام، طب نشوف الاهانات لعصام عبد الفتاح، طب نشوف اي حاجه كاريكاتير للانسحابات كده. طب ودي ماده ساخره جدا، خلي بالك، وانا عارف ان انت عبقري في القصه دي. لا ما انا ما اقدرش املى على حضرتك حاجه، بس والله كنت وحشنا مره تانيه.